مدى الاستعداد لكأس العالم وشون نستعد على كأس العالم وبعد ما جرت القرعة. طبعا اللي حضر القرعة في سويسرا كان الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد وكارلوس راحوا، فكان معانا المنتخب الإنجليزي ومنتخب التشيك ومنتخب الفرنسي، ثلاث منتخبات يعني كانت كلها أوروبية. المنتخبات الثلاثة عريقة في كرة القدم، المنتخبات الثلاثة مشاركة في كأس العالم في أكثر من بطولة، اللي فاز فيها، اللي اسمه متداول، تشيكوسلوفاكيا في كأس العالم من أحسن المدربين، هم يبون تشيكوسلوفاكيا حق الدول. فرنسا منتخب بالبطولة من أفضل منتخبات، منتخب إنجلترا بعد الكرة خو بدايتها اللي عرفناها بإنجلترا، يعني إنك تقابل أنت الفريق مهد كرة القدم. الآن شلون نحدد المعسكر وين حيكون وشنو طبيعة الفرق اللي حنباريها اللي تكون قريبة من أداء الأوروبي؟ يعني الفرنسي يلعب بأسلوب، التشيك قريبين من اللعب الفرنسي، يعني يمتازون بالكرات الأرضية ومهارات عالية عند الفريق التشيكي، والفرق الصعبة يعني ما كانت يعني فريق سهل. الكرة الإنجليزية احنا كنا نعرفها ما زالت يعني تميل إلى الكرة العالية، يعني تلعب الكرة العالية من الدفاع إلى منطقة الدفاع الخصم وثم تبدي تضغط عليك في ملعبك. يعني كان طبعا استعداد غير عن الاستعدادات السابقة، لأن تجهيز حق كأس العالم نحاول حنا نثبت فيها طبعا وجودنا. كانت معسكراتنا صح وكل اللي قاعد نسويه صح. الدولة يعني الدولة ذاك الوقت وفرت الفلوس، روحوا عسكروا ميزانية يمشين الكثير، أخذوا الفلوس كلها روحوا. بالفعل يعني ما كانت تقصير من الدولة على المعسكرات. فحطينا خطة أن يكون رحلتنا إلى 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 إسبانيا سنة عام 1982 يكون المعسكر مدته لا يقل عن 45 يوم. تحكي عن أنت يمكن 50 يوم أو 45 يوم خارج البلد للتحضير لهذه المناسبة، وهذه المناسبة طبعاً غالية علينا كلنا يعني، فأعتقد أنه يعني الكل فرح فيها. استعدادنا لكأس العالم كنا استعدنا في البرتغال تقريباً، قعدنا يمكن فترة المعسكر كنا يمكن تقريباً 3 شهور من البرتغال، بعدين رحنا المغرب، وبعدين من المغرب رحنا لأسبانيا. في نفس الوقت طبعاً رحمة الله عليه الشهيد فهد الأحمد قال يا جماعة احنا جايتنا دعوات من ليبيا ومن تونس ومن المغرب، فنبي نشوف هذه يعني هذه الدول العربية عارضين علينا الخدمات هذه بمناسبة وصول منتخب الكويت إلى كأس العالم. فقال لهم كارلس أنا ما يخالف، أنا لازم أزور الدول هذه وأشوف إمكانياتها، ملاعبها يعني، فنادقها، الأكل، طبيعة الأكل، كل هذا، المواصلات، قربها من المواقع المهمة التجارية في البلد. فرحت أنا معاه في الزيارة هذه قبل أن نطلع المعسكر، فرحنا ليبيا في البداية وشفنا الملاعب وشفنا الفنادق وشفنا الأكل اللي موجود هناك متوفر، يعني بشكل عام ما كان مرضي يعني لا الملاعب فيها إمكانيات زينة، وكانت ملاعب شوية محفرة يعني ما صعب على لاعبينا، احنا بروح كأس العالم يعني بهالطريقة نروح، ما رضينا. قعدنا 3 أيام أو يومين في ليبيا، وأصلا كانت دعوة من معمر القذافي كان بحكم علاقته مع الشهيد رحمة الله عليه فعله. ثم رحنا تونس، تونس أفضل بكثير كان من ليبيا كملاعب كسكن فنادق. رحنا إحنا تونس ورحنا منطقة الحمامات ومنطقة سوسة، 3 مناطق زرناهم، يعني إمكانيات زينة وكل شيء ولاعبين، لكن حنا كنا محتاجين أيضا مباريات قوية تكون عندنا في تونس نلعبها، يعني سواء مع أندية تونسية أو مع المنتخب التونسي، إحنا نبي نتدرج بالمباريات من أسهل إلى أقوى إلى أقوى في البطولة هذه. ثم زرنا المغرب، المغرب مناطق من أحلى ما يكون، الجو ملائم جدا ومناسب لمناخ إسبانيا كان يعني. والمغرب طبعا بداية إلى يعني نحضر إلى نروح لإسبانيا، المغرب قريبة من إسبانيا طبعا، كل هذه أشياء مدروسة، الأجواء قريبة لإسبانيا. قاعد طبعا كارلوس
عن شيء عن شيء علمي قاعد يعني هي الأمر إنه كيف نفوت لكأس العالم. كرة ملعوبة وحلوة لجاسم يجي الجول قوية الله جول جول حلو جول جميل وغير متوقع أيضا من الجمهور. طبعا الشهيد قرر بأنه يكون حنا يكون مقرنا حيكون إن شاء الله في المغرب، بس بداية حنتمرن اللياقة وكل شيء حيكون في البرتغال. يعني عادة الشيخ فهد الأحمد رحمة الله عليه كان دائما يأخذنا في أي قبل أي رحلة إلى أي بطولة، كان يأخذنا إلى سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الله يرحمه ويغفر له، فكان دائما سمو الأمير في ذاك الوقت يعطينا من تعليماته وملاحظاته ومن الدفعات المعنوية اللي يحتاجها الفريق من سموه. أذكر روحتنا حق سمو الأمير الشيخ جابر نستأذن منه للسفر إلى البرتغال، كانت هي المحطة الأولى لمعسكرنا في المعسكر. ذكر قال تعليماته وقال نصائحه وقال معلومات الحقيقة يعني بالفعل اللي قال لنا، وأنا راح أستشهد فيه الآن، واللي قال لنا سمو الأمير الراحل بالفعل حصل معنا في البرتغال وفي إسبانيا. قال ترى هناك إعلام راح تواجهون إعلام صهيوني، راح تواجهون إعلام بعيد عن المبادئ والقيم والأخلاق، وإنما هو للتشويه لسمعة الكويت والدول العربية، لأنه شيء جديد عليهم الآن أن دولة خليجية صغيرة توصل إلى كأس العالم. وبالفعل لما رحنا هناك اللي قاله سمو الأمير ترجم أمامنا وشفناه من خلال الصحافة لما كانت تهاجمنا. الشيء اللي أسعدني وإحنا طالعين من سمو الأمير، قام سمو الأمير قمنا إحنا وياه وكان هو بالنص وإحنا ملتمين حوالينا، وكان جدا سعيد وفخور في أبناء اللاعبين، وقال كلمة جميلة ويمكن أنا شخصيا ما فهمت معنى الكلمة اللي قالها سمو الأمير. قال اليوم اكتمل العقد الكويتي في رحلتكم إلى كأس العالم. طبعا أنا ما استوعبت الكلام أو ما فهمته، وكنا صغار شباب صغار في ذاك الوقت، وإحنا طالعين من مكتب سمو الأمير من تسجيل الباب كان الله يطول في عمره العم أبو قتيبة إبراهيم الشطي. أنا سألته سؤال قلت له يا طويل العمر عم أبو قتيبة، سمو الأمير قال إنه الآن اكتمل العقد الكويتي. قال بالفعل الكويت متطورة في كل نواحي الحياة وفي كل الثقافات اللي موجودة، الكويت مرتقية وواصلة إلى أعلى مستوى، كان نفقد بس كرة القدم أو الرياضة الكويتية، وبالفعل هذا العقد اللي قال عنه سمو الأمير اكتمل هذا العقد. بدأت بالكويت بديك الفترة أول مرة يصير دور الدمج على أساس أن لاعبين المنتخب يتفرغون، وعمل الحقيقة لنا معسكر تدريبي طويل انقسم إلى قسمين. هذا المعسكر يعني بدأ بتوازن أو بمراحل، بدأنا طبعا المعسكر الأول بالبرتغال، هو يعتبر معسكر تأهيلي مدته تقريبا يعني بحدود شهر. هذا كان يعني المعسكر الهدف منه رفع مستوى اللياقة البدنية وتجهيز اللاعبين من الناحية البدنية. البرتغال احنا كنا زايرينها من قبل كمعسكر عكاس أمم آسيا، فعارفين المنطقة والملاعب ونوعية الأكل في البرتغال قريبا من الأكل العربي. ثانيا احنا كان معنا اثنين طبابيخ، واحد اسمه مرهون واحد اسمه أبو علي، كانوا من قصر دسمان معانا يطبخون ساعات حق اللاعبين، يعني كل بين 3-4 أيام المدرب كارلوس قال يقول ما يخالف اليوم سووا أكل كويتي حق اللاعبين، فكانوا اللاعبين طبعا يستانسون من الأكل، محتاجين طبعا أكلنا تمرين فترة صباحية وفترة مسائية، وجو المعسكر كان زين بشكل عام، روح اللاعبين كانت عالية وحماس وتحدي بين اللاعبين كبير. كان عشياتنا وغداء والغداء كله طبابيخنا كانت حاضرة معانا متواجدين، الطرب اللي بالليل عملونا الإخوان. احنا كان أيامها معسكراتها كانت طويلة، وهذا اللي خلانا نحرز هالبطولات هذه. شلون كنا لما نروح معسكرات نروح بالشهرين شهرين ونص، وهذه كانت تعمل لنا ألفة بيننا احنا كلاعبين، الكل كان يعرف الثاني، يعرف طبع صاحبه شنو اللي يحبه وشنو اللي يزعله. هذه زرعت فينا حب ومودة وروح
داخل الملعب. بس اثناء المعسكر اتصلوا وزارة الدفاع في الاتحاد قالوا لازم خمس لاعبين عليهم الان يجون الكويت عشان تجديد الزامي عشان لا تاخذ فيهم اجراءات رسميه. خمس لاعبين منو؟ يوسف سويد، سعد شبيب، ناصر الغانم، وليد الجاسم، جاسم يعقوب. خمس لاعبين لازم يردون الكويت واحنا قاعد نستدعي كاس العالم. فرجعنا الكويت على ابو نسجل بالتجنيد ونرجع يوم ثاني. فصارت الاجراءات هني قالوا لنا انه لا لازم تسجلون وتقعدون يعني ما شو اسمه ما تردون هنا. فاثناء هذه الفتره كان الشيخ فهد موجود في بالاتحاد موجود رحنا له وكلمناه فقال لنا انه هو كان متفق مع رئيس الاركان ان نسجل ونرجع للمنتخب في البرتغال. ما صار هذه الشغله فقعدونا في المعسكر هناك. صدق احنا ما ندري يعني احنا رحنا لابسين دشاديش ورحنا ما نعرف شيء يعني حتى سياراتنا كانت موجوده داخل في المعسكر واهلنا ما يدرون عنا ان احنا بنبات في المعسكر على بناء. فعطونا اللبس وحلقونا قرعان مثل العسكريين ودشينا المعسكر فما ندري وقتها متى بنطلع. بعد ثلاثة أيام يومين ولم الله رحمة الله عليه الشيخ سالم الصباح طالبنا يومين طالبنا الشيخ سالم كانوا طبعا احنا سوينا الإجراءات الرسمية بس انتوا رايحين سياحة رحنا مثل الكويت يلا طلعوا والمطار سيدة رحمة الله عليه. بالفعل نشوف شلون الكويت كلها كانت ورا الفريق ما كان يعني والله أنا بطبق اللي عليه القانون لا احنا ما رايحين نلعب بالفعل كان معسكر. فبالفعل يومين ثالث يوم أو رابع يوم احنا سافرنا مرة ثانية رحنا المعسكر نكمل مشوارنا. قابلنا الشيخ فهد هناك وقلنا له كل السيناريو اللي صار معنا كان يقول خلاص ما لكم شغل هذا الكلام ترى قلنا له إياه الظهر على الغداء. رحنا تمرين العصر خلصنا ورجعنا الفندق اجتمع بينا كان يقول ترى موضوعكم خلص. قلنا له أبو أحمد شلون خلص؟ كان يقول إعفاء من رحمة الله عليه الوالد الشيخ سعد العبد الله أنه عفاء من التجنيد. قلنا خلاص نفسيا ارتحنا بس شوف صاحب القرار شلون لما يكون عندك واحد مثل الشيخ فهد الأحمد. شوف يعني بلحظة شوف الفترة قلت لك إياها أنا الفترة اللي كانت بين فترة الغداء والمغرب يعني هذا بعد التمرين كان يقول اجتمع فينا إحنا الخمسة كان يقول يبقى خلاص ترى عفاء من الشيخ سعد من التجنيد. هذا اللي احنا محتاجينه ان عندك واحد صاحب قرار. لن أنسى زملائي بالمنتخب الكويتي بما قدموه من التزام بما قدموه من عطاء بما قدموه من روح عشان هم يصون يرفعون اسم بلدهم في كأس العالم. لذلك كان مشوار لا يعتقد أي واحد سهل لا يعتقد أي واحد إن وصلنا كذي لا في تعب. ما كانت بس يعني رايحين بطولة احنا كنا رايحين يعني رحلة مثيرة ورحلة فيها من المجهول احنا ما نعرفه لأنه ما سبق لنا أنه وصلنا كأس العالم وكنا فخورين أن أول منتخب خليجي يوصل إلى كأس العالم. فكان محيطنا محيط كويتي محيط جميل جدا. أعزائي المشاهدين من مدينة كوينبرا في البرتغال أحييكم وأحييكم معي فريقنا الوطني والوفد المرافق له ننقل لكم أولى المباريات التجريبي لفريقنا مع فريق أكاديميكو البرتغالي. نزل الفريقين أرض الملعب صفر الحكم والساعة عندي الآن عندكم بالكويت 7:10
بالليل احنا عندنا 5 و10 اللعب مساء طبعا. لعبة الكرة مع الفريق البرتغالي طبعا تنقلت الى الدفاع رجع لحارس المرمى. الكرة مع باكم الشمال تطلع اوت ناحية نعيم سعد لصالح فريق الكويتي. من حقه يلعبها ناصر الغانم. ناصر مرة ثانية تطلع منه اوت للفريق البرتغالي او فريق اكاديميكو. على فكرة يمكن عذروني بالنسبة لاسماء الفريق البرتغالي لان اسمائهم شوية صعبة ولا انا حافظ اعرفهم يعني ولا انا بنفس الوقت حافظهم. احنا في 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 البرتغال لعبنا 7 مباريات تعادلنا في 4 فزنا في 4 تعادلنا في 2 وخسرنا مباراة واحدة. احنا هناك لعبنا مع أندية من البرتغال ولعبنا مع نادي هولندي كان هناك وثم لعبنا مع فريق أستوريا في البرتغال وأيضا لعبنا مع فريق الدرجة الأولى لسبورتنج لشبونة يعني من أكبر أندية هذا وفزنا عليهم 3-0 كانت آخر مباراة لنا في البرتغال. 6 مباريات لعبناها في نفس العاصمة لشبونة مباراة واحدة لعبناها في منطقة أستوريا يعني مدينة كانت جدا رائعة ولعبنا مباراة هناك تعادلنا فيها 1-1 فكان الانطباع جدا ممتاز في البرتغال يعني كان معسكر جدا جيد استفدنا منه الكل استفاد منه سواء جهاز فني وإداري حتى اللاعبين لقرب اللاعبين ما في اعتذارات من اللاعبين كل اللاعبين اللي اختاروهم للمنتخب كلهم كانوا متواجدين مع بعض في التمارين في المباريات فكان جدا مبارياتنا اللي لعبناها في المعسكر كانت يعني جدا استفدنا منها وكانت قوية من فرق قوية في البرتغال. لعبنا هناك تقريبا إذا ماني غلطان 6 إلى 7 مباريات ويمكن كثرة المباريات في الشهر الهدف منها أن جميع اللاعبين يلعبون يعني كان مثلا اليوم يلعب الفريق الأساسي بكرة أو بعد بكرة تصير مباراة حق الفريق الثاني ولذلك كانت المباريات تقريبا 6 أو 7 مباريات لعبنا مباريات قوية مع فرق طبعا من البرتغال فريق أسباني فريق بلجيكي لعبنا طبعا آخر مباراة مع لشبونة البرتغالي وهذا كان يعني أحد الفرق وما زال يعني أحد الفرق العريقة وكان الحقيقة معسكر ناجح جدا. كنا أول دولة خليجية توصل حق كأس العالم وكان يعني فعلا أثبتنا فيها وجودنا والحمد لله توفقنا في الأمر هذا. لما يكون عندك أنت المقومات ها والعوامل والأسس اللي ممكن تساعدك من إدارة من دولة تدعمك من حضرة صاحب السمو رحمة الله عليه الشيخ جابر وسمو العهد رحمة الله عليه الشيخ سعد إلى جانب سمو الأمير الحالي صباح الأحمد رئيس المجلس الوزراء أعتقد كلهم كانوا ورانا إذا ما يجونا يوصلون لنا الكلام عن طريق فهد الأحمد. إحنا في المعسكر هذا فترة طويلة شوي يختلف عن بقية المعسكرات بالفترة الفترة طويلة شوي ربما غالبية اللاعبين بدأوا يشتكون ومعاهم الحق بعضهم يحب بعضهم متزوج ولا عنده أحد في بيتهم بعضهم والدته ربما أو عائلته محتاجت له وقربه وبعضهم لا زال صغير بالسن يحتاج إلى قربة من عائلته إلى قربة من ربعه يحس بالوحدة إضافة إلى ذلك يعني صعوبة المكالمات التلفونية هني أو أشغالهم الخاصة فالفترة طويلة شوي ربما حتى إحنا كإداريين تضايقنا وإحنا ما ينطبق على اللاعبين ينطبق علينا بالطبع بس ضرورية طبعا الفترة. ضرورية جدا ضرورية جدا والحمد لله وانت يمكن حسيت انه كل اللاعبين قاعد يقول لك طويلة وملينا وعسكر لكن من اجل الكويت نتحمل يمكن اشهر واشهر واشهر من اجل الكويت وهذه النقطة اللي انا اريد ان اوصلها من بداية كلامنا انه هذا اللاعب عارف انه قاعد يضحي يعني ويتعب ويتحمل من اجل الكويت فاذا الان اطمأننا ان هذه انوجدت بدام انها وجدت احنا مطمئنين. ثم انتقلنا الى المغرب. المغرب طبعا هناك لعبنا احنا
ست مباريات لعبناها في طنجة، في الجديدة، في سطات، في طرابلس لعبنا. والمعسكر الآخر كان أمانة، ويجب أن أقولها للتاريخ، كان تبرع من الملك الحسن ملك المغرب في ذاك الوقت، تقديراً للشباب الكويتي وتقديراً للشعب الكويتي وتقديراً للحكومة الكويتية. فعملنا هذا المعسكر كامل بمبارياته، بفنادقه، بمصروفاته، على نفقة المملكة المغربية. وكان أذكر في ذاك الوقت وزير الشباب والرياضة الأستاذ عبد اللطيف الفيلالي، ما أدري إذا كان الآن موجود أو على قيد الحياة، وهو من كان يتابع مع الشيخ فهد الله يرحمه كل متطلبات المعسكر. ولعبنا أكثر من 7 مباريات مع فرق إنجليزية وفرق ألمانية. ارتفع مستوى المباريات التجريبية، لعبنا 6 مباريات، بدناها مع فريق مانشستر سيتي. أول 10 دقائق مباراة مثيرة، أول 10 دقائق عبد الله بلوشي شوته من الساحة، من الدائرة تقريبا قدام شوية، بالتسعين على الجوتشي فزنا عليهم 2-1. مع أستون فيلا تعادلنا 1-1. مع نوتنغهام فورست فزنا عليهم 3-0. في ذيك الفترة نوتنغهام فورست يعني كان يعتبر بطل أوروبا. كان الجمهور المغربي الحقيقة معجب في الفريق الكويتي، وكان يحضر أغلب مبارياتنا وبجمهور رهيب. لعبنا مع ستاندر لياج البلجيكي، تعادلنا 1-1 مع ستاندر لياج. بعدين لعبنا مع فريق منتخب المغرب. منتخب المغرب كان من أقوى الفرق العربية، ولعبنا مباراة قوية جدا. كانت مباراة جدا مثيرة، والاستاد كان مليان حدة، والصحافة وحتى وسائل الإعلام، أنا أذكر الفرنسية وأيضا الإنجليزية كانت موجودة، كانت تابع فريق الأزرق، وياي وفد شفناه، ياي وفد من الصحافة الفرنسية والإنجليزية يتابعون منتخبنا الوطني. ففزنا عليهم أيضا 2-1. كان إحنا كنا يعني مستأنسين على هالنتيجة. ليش؟ لأنه أول شيء على أرضهم، وتاني شيء إحنا قاعدين نشوف إنه في تقدم، الفريق قاعد يتقدم أثناء المعسكر. أنت لما بتشوف الفريق قاعد يتقدم إحنا بنرتاح نفسيا إنه عم نحقق أشياء، يعني التدريب عم نستفيد من التدريب. وأيضا لعبنا مع نادي فرانكفورت الألماني في طرابلس، كان يعني فمباريات جدا كانت قوية، ولاعبينا كان تدريجيا كان أداهم من أحسن إلى الأحسن، وصل إن مستوى اللياقة بدأ يحسون هم، يعني دائما تحس مع يعني هم روح كأس العالم، قاعد يشوفون شو بيصير كأس العالم. لكن اللاعبين كان متحملين كل هالتعب هذا من أجل إن نطلع بسمعة جدا كويسة في 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 كأس العالم. توفى والد أخونا وحبيبنا ناصر الغانم، وأثر على معنوياتنا وأثر على نفسياتنا. وسافر أخونا ناصر الغانم، وأنا أعتقد إنه ما رجع، ما كمل، ما رجع، يعني ما رجع معنا في معسكر المغرب، ولا أعتقد وصل معنا كأس العالم. أيضا في البرتغال سبحان الله، في كنا لاعبين مباراة ودية، أثناء الطريق كان جو بارد وجامات كانت مقمتة وعليها ضباب، مرة واحدة يرفع صوت الحبيب حارسنا العملاق أحمد الطرابلسي أبو عبد الرحمن يقرأ آية قرآنية. لما وصلنا إلى مقر إقامتنا الفندق تفاجأنا أنه الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه واقف عند الباب يستقبلنا، كان يقول وين فتحي، عظم له الأجر، قال له توفى والدك رحمة الله عليه. توفى والدي أثناء المعسكر، فارتجعت الكويت وعشان عزاني تميت 10 أيام، بعدين رحت المغرب. حلو. كمل معنا مسيرتنا ناصر الغانم، أعتقد من المغرب توفى والده، رد الكويت، وأعتقد اعتذر أنه ما كمل معنا المشوار، وأن ناصر كان من نجوم اللي كان يفترض أنه تكون له فرصة كأس العالم أنه يلعب. مبارياتنا التجريبية سواء بالأندية أو المنتخبات اللي استقطبناها من الخارج، ولعبنا ويا مباراة تجريبية وأدينا أداء الحقيقة مميز مع
تحضير المدرب والتكتيك اللي وضعها مدربنا زقالو كارلوس في 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 وقتها، الطريقة اللي لعبناها، تشبعنا من العمل اللي وجهها لنا كمدرب، يعني الأمور الفنية اللي داخل الملعب. وأعتقد أنه يعني حضر له تقريبا يعني نتكلم عن 15 لاعب، يعني عندنا يمكن احنا يمكن 24 لاعب، بس اللي حضرهم صح يعني حق المباريات انه يلعب فيهم اللي هم تقريبا 14 الى 15 لاعب ده يكونون يعني الاساسيين والبدلاء اللي موجودين. انا في المعسكر هذا يمكن حصلت لي شغله بذكرها لاول مره. انا يمكن معروف عني في المنتخب اني انا احتفظ بلياقتي، ولياقتي دائما يعني ما بحسب نفسي كانت لياقتي، كنت يمكن بالكوبرتس كنت الف على اللاعبين. فانا لما نيت كنت يعني كنت بالكويت تقريبا شهر ونص ما كنت اتمرن، وقبلها كان طبعا فتره توقف الدوري، توقف من شهر تقريبا 4 أو 5. فطبعا هني انا وقفت، فانا من النوع اللي ما افقد لياقتي بسرعه. فلما رحت المعسكر الثاني في المغرب، كان طبعا سابقيني ربعي في معسكر البرتغال، وماخذين تمارين اللي هي الكوبرتس والتقويه والامور هذه كلها، فانا رحت لهم هناك. فاول حظي انه كان اول يوم وصولي للمغرب كان تمرين كوبرتس اللي هو الجري مسافه طويله. فانا طبعا كان يقول لي جوان مقصد، كان يقول لي حظك ان اليوم هذا تمرين، كنت اول يوم تمرين راح يكون كوبرتس. فقال لي، قاعد يقول لي هو طبعا انت شوي شوي لان هم قبلك سابقينك وهذا، قلت له ان شاء الله. فانا يمكن اللاعبين يدرون عني ان لياقتي انا ما شاء الله قويه. فانا في التمرين هذا قمت اركض لفيت على اللاعبين، ووصلت طبعا كنت الاول بالكوبرتس مع اني انا ما تمرنت. حسيت بعد ما خلص من التمرين هذا حسيت بعوار في ريلي. فقال يقول لي جواد ايش فيك؟ قلت له ابو عبد الله حسيت شويه عوار بركبتي. قال لي بقول لك بعدين. قلت له ايش؟ قلت له قول لي الحين. قال يقول لي شيرول عطاك عين. قال لي قاعد يقول لي شنو هذا هورس؟ هذا مو متمرن جاي يلف على اللاعبين. انا هني طبعا حسيت بريلي فعلا، حتى اثرت علي في 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 كاس العالم. طبعا عقب رجع طلع العوار غضروف، ولله الحمد يعني نقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. بنفس الوقت يمكن باقي اسبوع على اساس ان نشارك في كاس العالم، انا اصبت اصابه بالانكل، وكان كارلوس يبيني ان العب في المباراه هذه. طبعا هني انا ببين شغله حق فهد الاحمد الله يرحمه، يعني كونه كرئيس اتحاد له مجرد الراي، يعني يبدو الراي، يعني ما كان يتدخل في امور المدربين. فقال حق كارلوس هني، يا كارلوس عندك حمود فليطح موجود وهذا، بس انه انت يعني كارلوس قال لا انا ابي نعيم يعني بيلعب يعني في المباريات هذه اللي هي كاس العالم. فجزاه الله خير الدكتور عبد الرحمن المحيلان، صراحه عدني اعداد جيد وخلاني فعلا استعد حق المباريات هذه، ولعبت مباريات كاس العالم. الله يذكره بالخير، يعني الدكتور يعني صراحة ما قصر معاي في أن على قولتهم اللي خلاني ألعب كأس العالم، لأن هذا صرح أو خلنا نقول يعني خاصة يعني كأس العالم الكل يتمنى أنه يلعب فيه. فالحمد لله أني قدرت أن ألعب في كأس العالم،
وأثبتنا فيها يعني وجودنا. الملابس اللاعبين كانوا معمولين من شركة باما في ألمانيا، صنعوا للاعبين ومقياسات وكل شيء هدية يعني للفريقنا لأنه تأهل لكأس العالم. أنا في شركة اسمها أول سبور، أنا كنت ألبس الفانيلة أول سبور، هذه شركة متخصصة بملابس حراس المرمى. أنا كنت ألبسها لأن يعني كنت شوف الفانيلة كتير لايقة علي يعني الفانيلة، وما أعرف إنه هذه إلى شركة وإلى هذا. دزولي هدية 16 فانيلة عقب ما تأهلنا لكأس العالم على أساس كاتبين اسمي علي أنا اسمي. ننطر نحن ناطرين ولا شنطي انفقدت، ظاهر مباقت راح. هاي ده أول شيء تخبيط معنويات. سبحان الله الوقت أنا كانوا أهلي معي في المعسكر، ولما صار وقت إنه دخلنا كأس العالم أو خلصنا من المغرب سفرتهم لبنان، ولبنان بالوقت نفسه لما بداية كأس العالم وصار الغزو الإسرائيلي على لبنان سنة 82، صرت أنا عايش في دوامة حتى الاتصالات انقطعت. سنة 70 كنا أنا وأخوي عبد الله بالوشي، يعني إحنا كنا فريج واحد، وكنا نشجع البرازيل. سنة 70 كان أسود وأبيض أيامها، وكنا صغار عمرنا على تقريبا 10 سنين، فكنا قاعد نطالع مباريات وهذا. فأنا قاعد أقول حق عبد الله يعني كذي مجرد يعني مزحة، الله ودك نلعب كأس العالم؟ أنا كذي أقول له، إحنا أنا للأمانة يعني ولا كنت متوقع إن نوصل لكأس العالم يعني، ولكن دشت فينا هذه البطولة وإحنا صغار. فأنت اليوم لما تبي توصل لهدف لابد أنك راح تضحي في أشياء كثيرة في حياتك عشان توصل للهدف اللي أنت تبيه، ولله الحمد يعني تدرجنا سواء كان على مستوى المراحل السنة في النادي، لما تدرجنا وصلنا على المنتخب الشباب والمنتخب الأول، ولما وصلنا وحققنا الإنجازات هي البداية كانت بطولة خليج والأولمبيات موسكو وآسيا، وبعدها هي بطولة كأس العالم. أنا أعتقد بالنسبة لي أنا كلاعب حققت كل أمنياتي في البطولات سواء كانت على مستوى الخليج أو الأسيوي أو العالمي، وهذا بحد ذاته أنا عندي بالنسبة لي إنجاز كبير. خبرة لاعبين وثقلهم وجماهيريتهم وتجاربهم ما رهبونه، كل يشهد أنه مو بلنتي ولا في أي شيء. مع هذا يعني حسنا تعاطف الجمهور الإسباني معانا إن انظلمنا، كنا نستحق أحسن من النتيجة هذه.